السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، معكم الأستاذ عوادي مسؤول ميدان علوم المدى. ميدان علوم المدى هو ميدان علمي تابع لكلية العلوم والتكنولوجيا، وهو من بين أحد الميادين الثلاث، ويهتم أساسا بتكوين الطلبة وتحسين مداركهم على الاستيعاب والاستنباط والاستنتاج، وهو ميدان أساسا يرتكز على علمي الفيزياء والكيمياء. فعلم الفيزياء هو علم دقيق يهتم بدراسة الظواهر الطبيعية الكونية ودراسة المادة ومختلف التفاعلات بينها، وتطبيقاته كثيرة لا تعد ولا تحصى في مجال الطب، في الاتصالات، في الصناعة، إلى غير ذلك من الأمور. أما ميدان الكيمياء فهو كذلك ميدان علمي دقيق يهتم بدراسة تفاعل المادة ومختلف التفاعلات التي تحدث بين هذه المادة، وتطبيقاته كذلك لا تعد ولا تحصى، من بينها في المخابر وفي الصناعات الصيدلانية، في المعالجة بالمياه، وإلى غير ذلك من الأمور. طلبتنا الأعزاء، يحوي هذا الميدان ثلاثة أطوار: طور ليسانس، وطور ماستر، وطور دكتوراه. في طور ليسانس والذي يدوم ثلاث سنوات، في السنة الأولى الطالب يتلقى تكوينا بيداغوجيا في مختلف المقاييس كالرياضيات والفيزياء والعلم الآلي، وفي السنة الثانية الطلبة يختارون بين أحدى شعبتين، إما شعبة الفيزياء أو شعبة الكيمياء. في السنة الثالثة يتخصص الطالب الذي اختار شعبة الفيزياء فيزياء أساسية، والطالب الذي اختار الكيمياء يتخصص في شعبة الكيمياء تحليلية أو كيمياء عضوية. أما طور الماستر فهو يدوم سنتان، وكذلك يمكن للطالب الذي اختار الفيزياء أن يتخصص إما في فيزياء مدى وإشعاع أو فيزياء المادة المكثفة. أما بالنسبة إلى طلبة الكيمياء فيختار تخصص كيمياء تحليلية أو كيمياء عضوية. ولمن أراد أن يتم دراسته في طور الدكتوراه والذي يدوم ثلاث سنوات، يما تخصص في فيزياء المادة والإشعاع أو فيزياء المادة المكثفة. وأما بالنسبة إلى الكيمياء فهناك أربع تخصصات، فهي كيمياء تحليلية والمحيط، وكذلك كيمياء عضوية، وكيمياء تحليلية، وكيمياء فيزيائية. طلبتنا الأعزاء، يسهل على تكوين هذا الطلبة فريق بيداغوجي متكامل من مختلف الرتب العلمية، وهناك هياكل بيداغوجية تعمل على توفير التكوين الجيد للطلبة. كما أعلمكم أو أحيطكم علما بأن طلبتنا الذين يتخصصون في هذا الميدان يمكنه إجراء مختلف تربصات في أماكن مختلفة، كمثلا سوناتراك، مؤسسة سوناتغاز، المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، مؤسسة الحديد والصلب بالحجار، وديوان الوطني التطهير، وغيرها من المؤسسات الكثيرة. وحتى تكون نظرة شاملة وأكثر على ميدان علوم المادة، فالطالب الذي اختار هذا الميدان يمكنه أن يشغل في مجالات متعددة، منها سوناتراك، مخابر الشركات، الصناعة الصيدلانية، قطاع الصحة العمومية والخاصة، مديرية الموارد المائية، الطاقات المتجددة، وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية كالشرطة العلمية، وفي الأخير يمكنه إنشاء مؤسسة صغيرة كتدوير النفايات وغيرها من المؤسسات المصغرة. بارك الله فيكم.